تقدم للأمام غونزاليس يحول اللعب على اليسار عند باندا. باندا باندا خطير، باندا سريع، باندا بالمحاولة، باندا بالتصويبة. الله 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 الله، قلنا لا يعرف طريق المرمى، ولكن بتصويبة بعيدة تخترق كل الحدود، تخترق كل الحصون. وليتشي يسجل الهدف الأول، ليتشي يسجل الهدف الأول، الهدف الثاني لباندا هذا الموسم. خطأ كبير وكبير جدا من الحارس بيريشا، كرة مباغتة غير متوقعة من باندا تسكن شباك فريق إمبولي وتمنح ليتشي الأسبقية في هذه المباراة، تمنح ليتشي الأفضلية والتقدم في هذه المباراة. مجهود فردي وعمل فردي من اللاعب باندا، استلام، انطلاق، تحضير والتصويب، بوم، صاروخية في المرمى، صاروخية في المرمى. وخطأ كبير وكبير جدا من الحارس بيريشا، خطأ محرج من الحارس بيريشا. هدف أول لفريق ليتشي، فرصة ومحاولة. كامبياغي، كامبياغي والعرضية، هدف عكسي، هدف عكسي يعيد إمبولي لأجواء المباراة، هدف عكسي يعيد أصحاب الأرض لأجواء المباراة. فرحة كبيرة من الرئيس فابريتسيو كورسي وجمهور إمبولي الحاضر في المدرجات. من حسن حظ إمبولي أنه عاد سريعا. خيبة أمل على محيى الرئيس سافيريو دامياني رئيس فريق ليتشي بعد هذه الكرة. شاهد الكرة، كامبياغي والانطلاقة، كامبياغي والاختراق، وحمزة رفيعة حاول إبعاد الكرة ولكن تحول.